السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم أطفالي الحلوين؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله هناخد درس جديد النهاردة وحلقة جديدة وحدوتة جديدة عن الحركات القصيرة. هنا لو هنشوف الفيديو ده يبقى أكيد احنا كده خلصنا الحروف قراءة وإملاء. الطفل عرف الحروف كلها، مفيش ولا حرف بيتلخبط فيه، عرف يتملى الحروف كلها بترتيب وبدون ترتيب. طبعا عرف الحروف اللثوية والحروف المفخمة والحروف المرققة والمفخمة. ولو ما كانش لسه عارف الحروف اللثوية والمفخمة والمرققة والرفاصة يبقى لازم نروح نشوف الفيديو اللي فات. هنا الحركات وما ننساش نعمل لايك للفيديو ونعمل سبسكرايب للقناة لو لسه ما اشتركناش، ونفعل الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحركات القصيرة، يعني ايه الحركات القصيرة؟ هنعرفها للطفل اللي هي الفتحة والكسرة والضمة. طبعا الطفل مش هياخدهم كلهم مرة واحدة، لا، هياخد الفتحة لوحدها لحد ما يتمكن منها كويس قوي، وبعدين الكسرة وبعدين الضمة. هنبدأ حدودتنا الحدودة بتاعتنا. كان يا مكان في قديم الزمان، كانت الحروف الهجاء بيلعبوا مع بعض في الجنينة. وهم قاعدين بيلعبوا مبسوطين لقوا بيت كبير خالص وشكله جميل قوي، فقالوا ايه البيت الحلو قوي دوت، عايزين نروح نشوف فيه ايه. فهم ماشيين ماشيين ماشيين، راحوا وصلوا للبيت لقوا فيه تلات بوابات كبيرة خالص. فقال شافوا الباب الاول كان مكتوب عليه الفتحة، قالوا يعني ايه ده، تعالوا نخبط على الباب دوت. على الباب ده خبطوا، راحت الفتحة قالت مين اللي بيخبط؟ قالوا لها احنا حروف الهجاء. قالت لهم طيب، راحت فتحت الباب قالت لهم ازيكم يا حروف يا جميلة، عاملين ايه؟ قالوا لها تمام. راحوا قالوا لها يا فتحة، هو انت اسم ممكن تلعبي معنا؟ قالت لهم ماشي هلعب معاكم. قالوا لها طب عايزين نسألك سؤال، هو انت اسمك فتحة ليه؟ قالت لهم طالما انتوا سألتوا السؤال دوت يبقى لازم تعرفوا كل حاجة عن الفتحة. قالت لهم انا الفتحة المفتوحة فوق الحرف مرسومة شرطة قصيرة، وبتلاقوني دايما فوق الحرف وبفتح بقي. قالوا لها طب يا فتحة احنا عايزين نلعب معاكي. قالت لهم تعالوا العبوا معايا بس بشرط. قالوا لها شرط ايه؟ قالوا لها قالت لهم هغير لكم صوتكم وهغير لكم شكلكم. قالوا لها ازاي يعني؟ قالت لهم هنبدأ بالالف. الالف راحت دخلت البيت بتاعها، قالت لها انت يا الف مش هيبقى اسمك الف، انت هيبقى اسمك ايه، وهحط الفتحة من فوق كده وهقولك انت اسمك ايه. قالت لها تمام، هيبقى انت اسمك ايه؟ وهتغني وتقولي انا الفتحة المفتوحة فوق الحرف مرسومة شرطة صغيرة، ونقول للالف ايه. وقعدوا يغنوا مع بعض كلهم الاغنية دي. طب والباء؟ الباء قالت لها طب وانا يا فتحة عايزة العب معاكي. والباء راحت الفتحة قالت لها انا هغير لك شكلك وهغير لك صوتك. قالت لها خلاص ماشي. قالت لها تعالي يا باء. الباء راحت عند البيت بتاع الفتحة وراحت شدت ايديها، قالت لها ليه يا فتحة عملتي كده؟ قالت لها علشان احنا كلنا هنمسك ايد بعض وهنلعب مع بعض وهنغني، فهذا هيبقى الشكل بتاعك. قالت لها ماشي، وهحط فوق راسك الشرطة الصغيرة ديت اللي اسمها الفتحة. قالت لها ماشي. قالت لها يبقى انا صوتي اسمي ايه دلوقتي؟ قالت لها انت صوتك هيبقى اسمه باء، انت صوتك هيبقى اسمه ايه؟ باء مش باء. قالت لها ماشي، يبقى هو هتغني وتقولي انا الفتحة المفتوحة، ويغنوا كلهم مع بعض ويقولوا انا الفتحة المفتوحة فوق الحرف مرسومة شرطة قصيرة، ونقول للالف ونقول للباء باء، والتاء راحت تلعب معاهم مع الفتحة وقالت انا بقى اسمي تاء، حطت الفتحة الشرطة عليها وبقى اسمها تاء، والثاء بقى اسمها ثاء، ونقول للثاء ثاء، والجيم جاء، والحاء حاء، والخاء خاء. وشايفين شدت ايديهم ازاي كلهم؟ وجت عند الدال قالت لها
انت اسمك د، راحوا الحروف قالوا لها طب ما شدتيش ايديها ليه، احنا فاكرين ان احنا قلنا ان الدال والذال والراء والزاي والالف والواو حروف رفاصة حروف شقية، تمسك ايد اللي قبلها وما تمسكش ايد اللي بعدها. قالت لها تمام، يبقى انا اسمي ايه؟ د ذا را ذا سا شا ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي. وكلهم كل الحروف الهجاء بيلعبوا مع بعض ومسكوا ايد بعض وشدوا ايد بعض كده، وقعدوا يقولوا احنا الان الفتحة المفتوحة فوق الحرف مرسومة شرطة قصيرة. وبقى عرفوا اسمهم الجديد، صوتهم الجديد وشكلهم الجديد، وقعدوا كانوا مبسوطين جدا جدا مع الفتحة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. وما ننساش هنا مثلا ايه يعني نشاط برضو صغير كده حبيت اعمله، يعني لما الطفل يجي يغني مثلا نقول ايه بالقلم بتاعه نحط شرطة كده اللي هي الفتحة، ونخليه يحط الفتحة عشان تثبت معاه ان الفتحة دايما بتبقى فوق الحرف، وبتفتح بقنا ونقول ا ب ت س ج ح خ د ذ ر ز، ونكمل لباقي الحروف ونحكي لاطفالنا الحدوته الصغنطوطه. ويا رب تعجبكم، وان شاء الله هستنى تعليقاتكم وان شاء الله استنى تعليقاتكم ونكمل مع بعض. وهتلاقي في الفيديو اللي بعده طريقه شرح الفتحه مع الطفل، هيكون عارف الفتحه تمام وخلاص هيعرف يقرا كلمه من حرفين ومن ثلاث حروف ويتملاهم، وهنعرف نقرا جمل بالفتح ان شاء الله. تابع معايا اهم حلقات تاسيس الاطفال.